انتقل إلى كريستين. كريستين، صحيح أن القصف الإسرائيلي لا يتوقف على لبنان، لكن في الأيام الأخيرة، 3 أيام الأخيرة، هناك تكثيف لعمليات القصف، وطبعا هذا يشمل أيضا سوريا. هل هناك رغبة في إسرائيل؟ هل هناك ما يوحي بأن هناك رغبة في إسرائيل لتصعيد المواجهة مع حزب الله؟ كان هنالك تفسير من قبل المحللين العسكريين خالد بأن ما تفعله إسرائيل في هذه الأيام هو التصعيد المدروس بحسب مزاعمهم، وأن ذلك في إطار محاولة الضغط على حزب الله من أجل إبعاد القوات عن الحدود، ومحاولة إعادة أو خفض التصعيد وإعادة الهدوء لهذه الجبهة، وبالتالي أن يكون هنالك تغيير في الواقع الأمني. الاتفاق السياسي مجمد لأن الحرب الإسرائيلية متواصلة على قطاع غزة، وبالتالي إسرائيل تعتقد بأنها من خلال هذه الاستهدافات وهذه المجازر تعتقد أن بإمكانها أن ترضخ حزب الله أو أن تجبر قواته على الإبعاد عن الحدود، وأيضا أن تؤثر على القدرات والأصول العسكرية لحزب الله. ما جرى، نحن مررنا بأسبوع من التصعيد، منذ الخميس الماضي ارتفعت السخونة على هذه الجبهة، الثلاثة أيام الأخيرة كانت دموية بحسب وصف الإسرائيليين، وحتى أيضا من جانب لبنان. إسرائيل كثفت من استهداف اللبنانيين، ارتكبت مجزرة في الهبرية وقالت إنها قتلت 7 عناصر من الجماعة الإسلامية في حين أنهم شهداء من المسعفين. أيضا ارتكبت في اليوم التالي مجزرة في طير حرفة، مجزرة أخرى في النقورة. اليوم أيضا نفذت عملية اغتيال في قضاء صور بالبزورية عندما استهدفت سيارة، وخرجت في بيان رسمي أعلنت فيه اغتيال والقضاء على نائب قائد الوحدة الصاروخية والقذائف في حزب الله علي نعيم، والتي تدعي إسرائيل بأنه كان رياديا، كان قائدا في مجال الصواريخ، وأنه قاد عمليات ضد شمال إسرائيل، تحديدا الصواريخ ثقيلة الوزن، صواريخ من نوع بركان. وكان هنالك تحريض كبير في الحقيقة، تحديدا يوم أمس علق الإسرائيليون وتوقفوا عند إطلاق صواريخ ثقيلة باتجاه مناطق مدنية كما وصفوها في الجليل الغربي. بالأمس أطلق ما لا يقل عن 22 قذيفة من بينها قذائف ثقيلة، وكان هذا اعتبر إسرائيليا بأنه تغيير في مسار أيضا مشهد التصعيد على هذه الجبهة. في العادة كان يستهدف حزب الله القواعد العسكرية، الثكنات، المواقع العسكرية، تموضعات الجنود، مرابض المدفعية، أحيانا يستهدف المدن مثل كريات شمونة التي أطلق عليها صباح الأربعاء أكثر من 40 صاروخ، وقتل أيضا هناك قتل شخصا وأيضا أصيب آخرون، وكان هنالك أضرار مادية كبيرة في أعقاب مجزرة الهبرية. أحيانا يكون هنالك استهدافات تستهدف أو تؤثر على وتوقع نتائج متعلقة بالمدنيين، لكن بالمجمل هو يستهدف المواقع العسكرية على هذه الجبهة. ما جرى في لبنان مؤثر، ما جرى أيضا على ساحة سوريا مؤثر. المحلل العسكري اللي يدعوت أحرنوت روم بن يشاي يتوقع أياما فيها حدة وفيها تصعيد، لأنه ليس من السهل أن يقتل في ضربة واحدة 42 شخصا. وهنا في إشارة إلى الضربات الإسرائيلية أو الهجوم الذي نسب لإسرائيل فجر هذا اليوم في محيط مطار حلب، ويدعي بأن كان ذلك معدات قتالية نقلتها إيران لحزب الله في هذا المطار في محاولة للتعويض عن خسائر ألحقتها إسرائيل بحزب الله من خلال القصف اليومي الذي تشهده مواقع وبنى تحتية تابعة لحزب الله بحسب الإدعاءات الإسرائيلية. خالد، أشكرك كريستين ريناوي مراسلة العربي، كنت معنا من الجليل، وأشكر طبعا علي رباح أيضا.